بابا. ايه ده؟ ماما بتتخانق. ايه ده ماما؟ ماما ماما بتتخانق. طب روح شوفها. طول ما انت شاطره يا جودي وبتسمعي الكلام هجيب لك لعبه وهجيب لك حاجات حلوه. ايه يا حبيبتي؟ ايه ده ليه يا حبيبتي؟ اصل انا النهارده عيد ميلادي فانا عايزه افرح كل الناس عشان يبقوا زي كده. ايه ده كل سنه وانت طيبه؟ يعني انت عيد ميلادك وانت طيبه. عيد ميلادك وانت اللي بتوزعي الهدايا، ده المفروض انت اللي يجيلك هديه. لا طب انا ليه كده؟ متعوده كده عشان بابا ميت يعني ومفيش حد بيجيب لي هديه. ربنا يرحمها، انت محدش بيجيب لك هديه، تروحي انت تدي هدايا للناس. طب يا حبيبتي طب بص اقول لك على حاجه، انا هديها الهديه وانا هجيب لك هديه، بس انت عامله عيد ميلاد النهارده ولا لا؟ اه عامله. خلاص قولي لي المكان فين وعزمينا بقى، لو عزمتينا هنيجي. ماشي قشطه، وهنجيب لك احلى هديه. خدي يا جودي هديه جات لك اهو من السما، قولي لها بقى كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه. بصي هي فكره حلوه، بس لما نيجي بقى بتكلم معاكي شويه. انت بقى بتحبي ايه بقى عشان تقولك؟ تحبي اللعب؟ تحبي اي حاجه؟ اللي تجيبه بيبقى من ايدك حلو يعني. ربنا يخليك. طب خدي بقى اكتبي لي الرقم، اكتبي لي العنوان، وهاجي النهارده ان شاء الله لعيد ميلاد انا وجودي. ماشي. اسمك ايه بقى؟ اسمي ندى. كل سنه وانت طيبه يا ندى، ان شاء الله يبقى عيد ميلاد سعيد عليكي باذن الله، الحياه كل اللي نفسك فيه. خلاص كده. ماشي يا حبيبتي كل سنه وانت طيبه. انت طيب. ربنا يسعدك يا رب دايما. نفسك بقى في ايه يا ساندي قولي لي؟ لسه اروح الملاهي. الملاهي؟ اه. طب هنوديكي. طب غير الملاهي انت عاوزه ايه تروح؟ ايه تعاكلي ايه ولا عايزه تعملي ايه؟ وبعدين نروح، وبعدين نروح نجيب ايس كريم. طب نعم. ممكن تديها اللعبه دي؟ ليه يا حبيبتي؟ لا هي نظيفه والله. لا انا مش على كده والله، ما انا عارفه انها نظيفه، بس انت ليه بتوزعي العاب؟ اصل النهارده عيد ميلادي. عيد ميلادك؟ اه. طب وايه علاقة ان انت توزعي العيد؟ انت المفروض الناس بتجيب لك هدايا وتفرحي بيها. اصل انا يعني ولا عندي بابا ولا عندي ماما ولا اصحاب ولا اهل. طب بس خلاص معلش. طب طب انت ليه يعني بتوزعي العاب يعني عشان تعملي خير او كده؟ لا عشان يجوا عيد ميلاد. ما تخافيش احنا هنيجي عيد ميلادك من غير اي حاجه. ماشي. انت ساكنه فين ولا عيد ميلادك فين؟ انا ساكنه هناك. طب خلاص ماشي هواي. بس الساعة كام وانا هجيلك انا واختي بالليل؟ الساعة 6. طيب انا هجيلك بقى الساعة 6 بالليل. صحيح هو انت اسمك ايه؟ اسمي ندى. ماشي يا ندى. باي باي باي. انا نفسي اروح العملات بتاع ندى. ما هو ما ينفعش ان احنا نروح عيد ميلاد ندى لان بابا هيزعق، وبعدين دي واحدة احنا ما نعرفهاش. امال انت ليه قلت لها انا هاجي؟ ما هو انا قلت لها كده بس عشان نرضيها، عشان تعبت عليا، لكن احنا مش هنقدر نروح عيد ميلادها عشان بابا هيزعق. طب طالما بابا هيزعق انت لون قلت لها نروح؟ ما انا بقول لك قلت لها عشان هي ما تزعلش، قلت لها كده عشان هي ما تزعلش. طب انا كان نفسي اروح العملات بتاعها. ماشي يا سانتي. بص احنا هنسال بابا، لو وافق هنروح انا ما عنديش مشكله، لو ما وافقش ما ينفعش نروح يا سانتي. هو انت هتروحي ولا مش هتروحي؟ ما انا قلت لك هسال بابا. ماشي بقى نروح نسأله ونشوف هيقول ايه، لو قال ماشي تعالي نروح نكهز كده والبسك وكده ونروح. ماشي ماشي يلا. هاي يا حبيبي عايز تاكل ولا نروح الدرس الاول؟ لا اكل الاول عشان اجعي. طب الدرس بقى ما نتأخر عليه هنعمل ايه؟ قولي للمستر ان احنا نتأخر نص ساعة. خلاص انا هحاول اكلم المستر، لو هو وافق نتأخر ربع ساعة حتى ما ناكل، وافق ما وافقش يبقى نروح الدرس وبعد كده تاكل. يلا. طنط هو ممكن ياكل اللعبه دي؟ بس يا حبيبتي هو احمد كبير خلاص على اللعبه دي. لا والنبي يا طنط بس ياخدها. طب انا هاخدها. طب ايه سبب يا حبيبتي انت فرق لي؟ اصلا النهارده عيد ميلادي وعايزه الناس تيجي وكده. يا حبيبتي كل سنه وانت طيبه. نعمل لها عيد ميلاد. نعمل لها عيد ميلاد؟ ماشي نعمل لها عيد ميلاد. لا انا اصلا كده كده عامله. انا عايزاكم تحضروا بس. انت والساعه كام؟ 6. طب قولي لي المكان والمكان فين واحنا نجيلك. اخر الشارع برج 140 الدور السادس. طب وانت ليه اصلا بتفرقي اللعب دي؟ اصل انا بابا ميت وماما راحت اتجوزت حد تاني يعني، وما عنديش اصحاب وكده عشان الموضوع ده، فبدي الناس هدايا عشان ما اعرفهاش فبيجوا. عشان الناس يعني تجيلك في عيد ميلادك يا حبيبتي. طب احنا عيد ميلادك هجيلك انا ومودي. ماشي ماشي يا حبيبتي. بلسانة طيبة. وانت طيبة يا طنط. ماما هنجيب لها هدية. حاضر يا حبيبي هنروح نجيب لها هدية، عشان هي حرام بتقول يعني ان اهلها سايبانها لوحدها ومعاش حد يساعدها.
طب خلاص تعالي نروح بقى لك وبعد كده نجيب الهديه. خلاص اوكي يا حبيبتي. يلا يا بنت ده انت ماشي معاكي شبح الاشباح، هاتي لي اي عيل هنا كده هرخم لك عليه. ما انا عارفه يا مروان ان انت شبح الاشباح، خلينا بقى نمد قدام. بعون الله هاتي لي اي عيل هنا كده كبير صغير هرازيلك فيه. بصي بقى، عندك صاحبه عايزه توسيها حد يبيزعها، يعني هي زعلانه، عندك خناقه، عندك كده، اتصلي بيا بس. ماشي يا مروان. استنى شايف بنت العبطه اللي هناك دي؟ ايوه انا. هي في ايه؟ ما نيجي نرازي فيها. يلا. ايه بنت عبيطه؟ ايه العبط ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ ده لعبه. ايه اللي انت ماسكاه في ايدك ده؟ وفي طالع بيلعب في الشارع. انا مش واقفه بلعب بيها، انا رايح اديها للاطفال. ايه دي؟ ده الاطفال. ايه انت بتلعبي بيها؟ لعبه ليا انا كمان؟ لا. ليه؟ انت مش اطفال. يعني انت بتوزع لعب في شارع للاطفال مش فاهم؟ بتبيعهم يعني؟ لا عشان عيد ميلادي مال. ايه؟ عيد ميلادي؟ يا بنت انت عبيطه، يعني عيد ميلاده المفروض بيجي له لعب مش بيوزع لعب. انت عبيطه يا بنتي، انت المفروض انت اللي يجي لك لعب. حاجه تضحك والله. طب ما تجيبيها طيب وزعها. لا لا انا بابا لا. ميت و اتجننت يا بنت؟ بتقولي لا؟ بس يا مروان اهدى. ايه؟ اتجننت؟ بس يا مروان. لا يلا يا مروان. انا بقول لك انا عاوزها، انا هاخدها دي. لا بقول لك انا هاخدها. خلاص هاتي. خلاص بقول لك هاتي. هاتيها. خلاص يا مروان سيبها لها. دي عشان الاطفال وبفرح بيها. انا هديها لك ليك انت. لا خلاص سيبها يا بنتي، هاتيها بقول. انا بفرح بيها. انت تعبت يا حبيبي ولا ايه؟ ايدك يا عم اوعى توقف، بتعملها كده ليه؟ انت مين يا بنت؟ خلاص يا مروان. يا ابني هضربك يا ابني، بلاش كده. طب امشي شوف راح فين. يلا بنت انت وهو بنت كنت ليش يا بنت؟ يلا بس على بنت. ايه طب انا هنا. طب ما تلمسيش احسن لك. امشي يا عم. طب ما تلمسيش. امشي. طب بلاش كده عشان ما ازعلكش. امشي يا عم. انت وهو في ايه؟ اهدوا ايه الهبل اللي انتوا بتعملوه ده في الشارع؟ ادي ايه البنت بالراحه. في ايه؟ بالتفاهم، مفيش حد يتصرف كده. يا ده انت جاي بياخد مني اللعبه وانا رايح اديها للناس عشان يجوا لعيد ميلاد. انا عارفاكي على فكره. ايوه دي كانت لسه ايه يا ابني؟ يعني ايه يعني ايه يعني هي ابنك يعني ده ابنك؟ ظروف هي. ايوه ده ابني. ولما ضربوك دلوقتي قدامك عيب يا ابني. ما تعرفش هي اصلا. يا ابني بلاش كده. اسمع يا ابني اسمع، هي اصلا يتيمه، باباها توفى ومامتها سايباها وهي عايزه حد يحضر عيد ميلادها. البنت غلطت في ايه جايه تديك لعبه؟ هو ايه الغلط في كده؟ هي عملت ايه غلط يعني؟ مبني هو معاه لعبه ومذاكره وانا قلت لها في ايه؟ في ايه اللي حصل؟ يا عم بنتي في ايه؟ تعالي هنا يا جودي. مفيش حاجه، هي بتديله لعبه، هي بتفرع لعب على الناس. انا فاكرها يعني فاكرها بتهزر ولا كده؟ لا يعني انا شايف من بعيد وهو بيزعلها تقول لي ده عيد ميلادها. يعني يتيمه مش يتيمه انت كده ولا ايه؟ والله ما صدتش انا. بس مفيش حاجه، ده هو لسه جاي يتزلها. انا عرفته غلط. ايه اللي حصل يا نبت؟ مش فاهم الحوار. انا واقف لعبه يقول لي اللعبه عافيه وهي مش راضيه تديله، جايه بتدي لاخته هو ضربها. تضربها ليه يعني؟ ما صدتش والله، يا اصل ياتا بيرخم عليا يعني. هو بيقول لي هات اللعبه دي لعمو مروان. انت ما حدش اللي هو منك وبيجي يقدر عليك. ايه يا ابني انت بتبلطج عليا ليه يا ابني؟ خلاص يا استاذ. مش عايز ابلطج والله، انا بس كنت عايز اخد بلاش عشان اجيب صاحبتي. مش يعني بيقول انا ما كنتش. هي مش وزع اصلا لعب ببلاش، هي عايزه تديها لصاحبتك. انت خد بيها منها عافيه، وانت اللي عاوز تاخدها مش عاوز تديها لحد. خلاص يا ندى تعالي يا حبيبتي تعالي. خلاص يا استاذ. هو عمل لك ايه؟ عمل لك ايه؟ انا واقفه فهو بيقول لي انت بتعرضها يعني ولا ايه؟ امسكها واضربها قدامها يعني؟ معلش يا ندى حصل خير. الواد ده لو كلمك تاني تقولي لي. انت عارف ليه؟ صاحبتك تعمل في الناس كده. انت عارف هي بتوزع لعب ببلاش ليه؟ عشان ما عندهاش صحاب يجيبوا لها هدايا. انا ما كنتش فاهم كده، عشان كده بس دخلت ارخم عليها، وكنت عايز اديها لصاحبتي بس ما فهمتش. يا عم حصل خير خلاص. خلاص اعتذر لها بقى يعني قدامها وبص لها عشان طيبه. لا هي برضه جت ادت ابني لعبه. طيب يعني البنت عماله توزع لعبه. حتى قلت لها يا حبيبتي انا ابني كبير على اللعبه دي. قالت لي انا بفرق عشان الناس تيجي عيد ميلادي. هي فرحانه النهارده، ما ينفعش حد يجي زيك ويكسفها كده. هي فرحانه النهارده عشان. خلاص يا استاذ عايز تصالحها. يا جماعه قدامي ظروف الناس. هو عايز اقول حاجه تانيه. عيد ميلادك النهارده، عيد ميلادك فين؟ بس امسك خدها دي. اه لا انت ما تستاهلش حاجه يا عم. والله لا يا عم والله ما فيش حاجه. برافو يا ندى، خلاص تيجي عيد ميلادها النهارده وانت معزوم. هتلاقيها جايه بالمره. اهم حاجه نحس بظروف بعض.